مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينه الجديده. فكما كتلاحظوا مشاهدينا كيتواجد معنا الاطار الوطني واللاعب الدولي السابق السي عبد الحق به في حوار خاص مع شوف تي في. غنشوفوا التوقعات ديالو لمقابله الوداد الرياضي المغربي وفريق سيمبا التنزاني. فكنذكروا المشاهدين الكرام بان هذه المجموعه اللي كيتواجد فيها فريق الوداد الرياضي المغربي كيتواجدوا فيها يعني مجموعه من الانديه القويه على المستوى القاري الافريقي، كاسيك ميموزا اللي كيحتل الرتبه الاولى بسبعه ديال النقاط، جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا كيحتل الرتبه الثانيه باربعه ديال النقاط، فريق الوداد الرياضي في الرتبه الثالثه بثلاثه ديال النقاط، وسيمبا التنزاني في الرتبة الرابعة بجوج ديال النقاط. وهكذا كيتلاحظ بأن لا غالاكسي ديال بوتسوانا ولا الوداد ولا سيمبا كلهم تنقيط متقارب، يعني الفريق اللي محتل الرتبة الثانية غالاكسي فكيعدو ربعة ديال النقاط، الوداد ثلاثة سيمبا جوج، إذن كل شيء باقي ممكن وبقى الحدود وافرة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي المغربي اللي غيواجه فريق سيمبا التنزاني في الوقت اللي أسيك ميموزا غيستقبل جوانينغ غالاكسي بالكوت ديفوار. وكنعرفوا فريق اسيك ميموزا هو الفريق الوحيد اللي بدون هزيمه بعد ما انتصر في جوج ديال المقابلات وتعادل في مقابله واحده، وكان انتصر على غالاكسي البوتسواني في بوتسوانا. اليوم غادي يستقبلوا بدايه من الساعه الخامسه. الساعه الحق به كنعرفوا بان هذه المقابله كتلعب في جزئيات، وكاين اليوم الحراره يعني في توقيت المقابله غتكون تقريبا 29 درجه ديال الحرارة، بالإضافة إلى مجموعة من الأجواء، وشلنا حتى التدريب ديال الوداد يعني لقاو صعوبة لأن الفريق سيمبا ما قدمش لهم تسهيلات عكس ما قدمه فريق الوداد لسيمبا بمدينة مراكش. تفضل سامح. أولا سي أحمد كنرحبوا بالمشاهدين ديال شوف تي في في مدينة الجديدة، وهو سي تان بليزير نكونوا معكم نحللوا معكم يعني هاد المقابلات، سيرتو ملي كنهضروا على فريق الوداد. فريق الوداد اللي كما كنعرفوه هو الفريق الوحيد اللي ممثل الكره المغربيه، وكنتمناو ان شاء الله بانه الفريق الوداد يرجع لنا الفريق اللي كنعرفوه، فريق ركراكي سي احمد اللي كان يعني بواحد المستوى كبير واستطاع يعني يفوز بهاد الكاس الغاليه هي كاس العصبه الافريقيه. فتنظن سي احمد شرتي بزاف ديال المؤشرات اللي مهمه وغادي تلعب يعني دور كبير. شرتي بانه فريق الوداد ماشي هذا اللي معودنا يعني في هاد سيرتو في المقابلات ديال المجموعات، يعني رتبه ثالثه، رتبه اللي ما اي ودادي واي مغربي ما يعني ما كي يتوقعش بانه فريق الوداد يكون فيها. شرطي الحراره، هادو لي كونديسيون ديال الكره الافريقيه، كنعرفوا الحراره، كنعرفوا يعني الصفر، كنعرفوا الاقامه. فتنزانيا شفناها مع الفريق الوطني وشفنا الملعب وشفنا يعني لي كونديسيون فين كيدوزوا اللقاءات. فتنظن بانه فريق الوداد يعني متعود على هاد يعني هاد الامور هادي وهاد الاجواء. ف فريق الوداد ما مسموحش ليه يعني يجيب شي نتيجه من غير التعادل، لانه فريق الوداد يعني مرشح للفوز بـ 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 يعني بـ 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 بالبطوله الافريقيه. فصعب حق فريق الوداد الرياضي المغربي يعني منذ سنه 1900 من 2017 عودنا دائما يلعب ادوار طلائعيه، دائما كيكون في مقدمات التصنيف، دائما كيلعب مقابلات نهائيه، ولكن على غير العاده هاد السنه لا على مستوى البطوله او على مستوى كاس افريقيا، فكنشوفوا ماشي هذا هو الوداد اللي عود الجمهور المغربي. وصحيح سي احمد صحيح، لانه ملي كنشوفوا فريق الوداد كما شرط لا ديال 2021 او مع الركراكي ولا مع عموته اللي فازوا باللقاء، فتنظن اللي فازوا بالبطوله، فتنظن ماشي هذا هو اللعب، ماشي هذا هو ديك لا بريستاسيون اللي يعني كنشوفوا فيها فريق الوداد. كاين بزاف ديال العوامل يعني ملي كنشوفوا اولا اللاعبين سي احمد، ملي كنشوفوا يعني الاستغناء على مثلا واحد خمسه او سته لاعبين اللي كانوا راه كائس، كنهضروا على التاكناوتي، كنهضروا على اداري،
كان هضروا على فرحان اللي ما عرفناش اللي شفناه في واحد مستوى كبير يعني اللي كان كيطلع ويسجل الأهداف. الآن ما بقيناش كنشوفوا الداودي اللي كان في ميليو تيران اللي كيعطينا دوك الكرات واستطاع يسجل بزاف ديال الأهداف. جعدي القرتي مبينزا الحسوني سي أحمد راه هذه راه فريق وتنظن بأنه راه صحيح. والمشكل الكبير ديال فريق الوداد هو أنه اللاعبين اللي جاو مع كامل احتراماتي واخا انا مخصني فوالا ما عطاوش داك الاضافه اللي كنا منتظرين منهم. شفنا الحسوني شفنا الداودي شفنا داري فرحان فهادو لاعبين اللي كانوا ركائز مهمه ديال الفريق الوداد. تنظن بانه اللي عوضوهم ما عطاوناش داك نسيت مبينزا. فتنظن بانه الوداد الا بغات تمشي بعيد في هذا فتنظن خص لاعبين اللي كما كنقولوا بلغه الكره يهزوا اللقاء. وكنعرفوا ملي كيجيك هداف مثلا بحال بينزا او لاعب بحال الحسوني اللي كيخرجك من ماتش او الداودي او داري اللي كيمنعك ولا فرحان. فتنظن بانه هادو من العوامل اللي خلات الوداد ما يظهرش بداك المظهر اللي شفناه بانه كنا كنتقارنوا مع الاهلي ومع الترجي. فالان ولينا يعني كنلعبوا مع سيمبا وخايفين من سيمبا. فتنظن بانه هادو امور اللي خصها تعاود ترجع. المشكل الثاني سي احمد هو انه الوداد ما كتلعبش في المركب محمد الخامس وهذا واخا يعني ماشي ديال الوداد مبرر ولكن كنعرفوا هذوك الاجواء ديال الوداد وكنعرفوا هذاك التيران سي احمد لانه هذاك مركب اللي صراحه عنده واحد الطقوس ديالو عنده الجمهور اللي كيجيك واحد 50 ولا 40 الف وتعرفات الوداد بالجمهور ديالها. وانا ماشي اللي قلت هذو حتى لاعبين ديال الاهلي شفنا في النهايه قال لك راه ما تقدرش تلعب قدام الجمهور ديال فريق الوداد اللي صراحه من احسن الجماهير اللي كاينين في افريقيا ولا في العالم العربي ولا حتى في الكره العالميه سي احمد. درجه الصعب حق الجماهير الافريقيه والعربيه لقبوه وسموه بملعب الرعب. سي احمد هذا يعني هادو من الامور اللي خلات حتى الفريق الوداد ما تحسوش بيه بلاعب بديك هيك لا جرينتا بديك يعني تحس بانه تدك الجماهير. صحيح سي احمد. وهنا حنا شفنا حتى في البطوله الوطنيه شفنا ملاعب بدون جماهير. فتنظن بانه الكره حتى الشامبيونا فقدت واحد يعني واحد لو شارم ديالها كما كنقولوا بداك الفرجه بدوك الجماهير بداك التشجيع. فمركب محمد الخامس سي احمد لعبنا فيه وكنعرفوا مزيان لا بولوس ديالو وسبحان الله هذاك المركب سي احمد والله العظيم مركب فواحد يعني فواحد الامور كنا كنمشيو نلعبوا مع فريق الوداد ولا مع فريق الرجاء يعني غير لو فيت كتدخل داك المركب الا كتحس راسك بانه لاعب سيرتو الارضيه الجمهور يعني الجمهور الودادي ولا الرجاوي تيشجع واخا تكون انت لاعب واخا ضد الرجاء والوداد يشجعك سيرتو الا لعبتي الكره. فتنظن بانه هادو من الحوايج اللي خلاه حتى الفريق الوداد ما يكونش داك فريق الوداد اللي شفناه في النهايه مع ترجي وشفناه في نصف النهائي مع ترجي ولا مع السير كراكي ولا مع سي عموته مع بن محمود اللي فازوا بالبطوله الافريقيه سي احمد. سي عبد الحق كنشوفوا بان الانديه الافريقيه اصبحت كتوفر على امكانيات ماديه محترمه جدا بدليل ان سيمبا التنزاني يعني تنزانيا بلد اللي كنعرفوا ما كانش شي بلد كبير على مستوى كره القدم ولكن شفنا دابا تعاقدوا مع مدرب الشيخة بمبلغ محترم حارس فريق جيش الملكي حارس وعندهم مجموعة من المحترفين يعني هكذا كنشوفوا ما بقاش ذاك الفريق الضعيف في افريقيا وشوفنا عندهم امكانيات محترمة ملاعب ديال التدريب ولا ديال المقابلات امكانيات كبيرة يعني هذا هو اللي كيخلي ولا التكافؤ ما بين الفرق وما بقاش فريق صغير وفريق كبير. وصحيح صحيح لان شفنا هادو كما شرتي لا المدرب اللي كان عندنا سي بن شيخة ولا الكرد ولا لاعبين محترفين. فتنعرفوا تنزانيا وكنعرفوا بانه اللاعبين ديالهم كان عندنا مصوفا كانوا لاعبين اخرين اللي كانوا هما اللي كيجيو يحترفوا في المغرب. الان اصبح العكس وهذا نتيج على الاهتمام يعني بالكره والقيمه ديال الكره في يعني في البلد يعني ملي كتشوف حتى الان حتى السياسيين ولاو تيهتموا بكره القدم ولو كيعطيوها واحد القيمه ديالها بالاضافه الى حتى يعني الحوافز اللي كدير يعني لاكاف
بانه يعني اي فريق فاز عنده مبلغ محترم يعني توصل النهايه. هذه امور اللي كبيره واللي كتعطي يعني واحد التسويق كبير. تنشوفوا حتى يعني الان كنصبحوا بانه كنشوفوا بانه النقل التلفازي بانه حتى هذه العصبه الافريقيه كتنقل من طرف ممول كبير اللي هو البيل سبور مثلا ولا. فهذه امور اللي يجب يعني الاهتمام بها واعطاء فرصه لهذه الفرق هذه بالاخص ملي كنسمعوا تنزانيا اللي ماشي شي فريق اللي كبير في الكره في القاره الافريقيه. صحيح واش لا تصاوندوز عنده لاعبين من البرازيل من البرتغال من افريقيا يعني الكل اصبح كيعتمد وكيجلب لاعبين مبالغ ضخمه. وهذا الشيء اللي شرط سي احمد شرط بانه يعني لهذا الاهتمام والقيمه اللي وصلت لها الكره الافريقيه. وبداو كينافسوا دابا الوداد والاهلي والترجي اللي كانوا هما الانديه الكبيره اللي كانوا كيجلبوا لاعبين ويجيبوا نجوم افريقيا. كانوا اللي كنشوفوا دابا الانديه المغموره اللي كانت مغموره سابقا ولكن دابا راه ولات انديه كبيره. صحيح وحتى مراكز التكوين سي احمد الان ولاو كيهتمدوا كنعرفوا الناس ديال القاره الافريقيه الناس اللي عندهم واحد البنيه جسمانيه كبيره. فتنظن بانه ولا التفكير حتى في يعني في مراكز التكوين لاعطاء يعني لاعبين كبار بالاضافه اللي شرتيها سي احمد. الكره كانت تعتمد غير في المغرب العربي لا الجزائر لا تونس لا المغرب ومصر. الان شفنا بانه فريق صن داونز اللي فاز بسميتو بالعصبه الافريقيه. شفنا سيمبا اللي ظهر بواحد يعني وهذا الشيء اللي خصنا نشيروا ليه بمقابله اللي دار مقابله بطوليه في مراكش والوداد ما استطاعش يسجل عليه حتى الدقيقه 90. فهذه امور اللي خص الوداد ياخذها ويعني ويعرف بانه راه مقابله اللي ماشي سهله. سي احمد سيدي هيك كيفاش كتتوقع مقابله اليوم يعني التخمينات توقعات ديالك كيفاش كتتوقع؟ وشوف سي احمد ملي كتشوف اللقاء كتشوف فريق الوداد يعني كيفاش موجد اللقاء تنظن بانه واحد يعني واحد النقطه اللي ما تكلمناش عليها هي تغيير الطاقم التقني واعطاء يعني التدريب يعني الاداره التقنيه للسي بنزرتي رجل تجربه كما كنقولوا شيخ المدربين اللي غيرجع. تنظن بانه الناس ديال الوداد عرفوا علاش عطاو لهذا السيد يعني في هذا الوقت بالضبط. ولكن هذا ما تيعنيش بانه نشكروا السي عادل رمزي المدرب الشاب المدرب الكبير اللاعب الدولي السابق اللي يعني في هذا بغينا بحال هاد المدربين السي احمد في هذا البروفيل هذا. غير تنظن بانه جا شويه في واحد الوقت اللي كان شويه الضغط صعيب كنظن بانه صحيح السي احمد الفريق اللي استغنى عند هاد الركائز ملي كتصيفط داري وتصيفط حسوني وتصيفط يعني الداودي وتصيفط مبينزا. فتنظن بانه صعيب فتنظن بانه هذا مدرب اللي بغينا بحال هذا البروفيل السي احمد اللي يكونوا لاعبين في مستوى كبير. انا الشخص كنعرفه مزيان يعني ولد خلق يعني لاعب كبير دار لي ديبلوم ديالو في الفريق الهولندي. فتنظن لو كان السي رمزي جا وخد واحد الفريق اللي يكون في واحد يعني بحال الفاتح بحال هذا كان يقدر يعرف بزاف ديال الامور على البطوله وعلى اللاعب المغربي لانه سي عادل راه لعب يعني هذه 30 عام باش تقريبا باش كان كيلعب في البطوله المغربيه. فتنظن بانه سي البنزرتي نتمناو يعطي داك يعني داك النقص اللي كان تحتاجو لاعبين فريق الوداد بالاخص لانه كنشوفوا المشكل الكبير فريق الوداد هو داك لو فيسير. ما بقيناش كنشوفوا داك الفريق ودوك اللاعبين اللي محمسين اللي داخلين يلعبوا داك يعني داك القتاليه اللي كتكون في التيران. فما بقيناش كنشوفوها بزاف بالاضافه الى لاعبين اللي صغار ملي كتهضر على الحتيمي ملي كتهضر على لاعبين اللي يلاه بداو هاد يعني هاد المقابلات الكبيره اللي كتكون في القاره الافريقيه. الان كنهضروا على سيمبا كما قلت يا سي احمد في درجه ديال 29 في غادي يلعبوا مع الجوج يعني امور اللي صعيبه سي احمد صعيبه. كيف كتشوف المقابله الاخرى اللي غتنعرف في تمام الساعه الخامسه اسيك موزا جالاكسي بوتسوان؟
وكتعرف الكره الافريقيه سي احمد صراحه يعني ملي شفنا الفريق البوتسواني وشفنا ميموزا يعني كفريق اللي كنعرفوه اللي فيه اللي كيعتمد بزاف على لاعبين شباب لا هو لا السيكابيجو لا يعني الكره الايفواريه اللي عندهم لاعبين شباب وعندهم كما شرنا الاوديسات اللي شرناها وشفنا بانه عندهم لاعبين في المستوى فتنظن بانه اللقاء يعني غيكون لقاء يعني كما كنقولوا لقاء واحد المستوى اللي غادي يستطع فيه فريق الايفواري يفوز باش يعني يعطي يزيد يعني يزيد يربح نقاط في الصف الاول سي احمد سي يعني اليوم التخمين ديالك واش كتوقع الوداد ينتصر وشوف السي احمد في هذه الوقت في هذه اللقاءات فلقاءات صعيبه تنظن بانه اللي مهم في هذه اللقاءات هو انه نخرج بواحد النتيجه ايجابيه لانه هذه اللقاءات تنعرفوا الوداد خصو يدافع وفي نفس الوقت يهاجم وهنا حتى يعني حتى داك يعني الجو اللي غادي يساعدك في يكون ملعب مزيان يكون الجو مزيان يكون لاعبين يكونوا في القمه ديال العطاء ديالهم ما تنظنش بانه ما كاينين هاد لي كونديسيون فكاين الرطوبه كاين الصاد كاين يعني هادشي خصنا نوليو نتعودوا عليها سي احمد بصراحه لانه حنا افريقيين وخصنا ندخلوا في هاد الامور هادو ما نبقاوش نتكلموا على هادشي اذا فلي كونديسيون صعاب هنا غادي تصعب حتى النتيجه ولكن تنظن إذا كان واحد الجروب اللي يكون واحد في الفيستيار ويكون واحد القتالية وتكون واحد فتنظن بأنه كاين عناصر اللي كبيرة وعناصر اللي فيت منها لعبات في هاد الأجواء هذه وإن شاء الله بيكون غير الخير السي أحمد صعبت حق به توصلنا اللحظة بخبر ديال الإعلام الرياضي أبو السهل تعرض لحادثة سير خطيرة رفقت بعض أصدقاء نواحي مدينة المحمدية فمتمنيتنا بالشفاء العاجل للزميل صحيح صحيح أبو السهل فتنظن بأنه هادو هما الأمور اللي ما كنبغيوش نسمعوهم وما كنبغيوش فنتمناو للسي أبو السهل الصحفي الكبير الرجل الطيب الرجل اللي ديما يعني عرفناه في الإعلام عرفناه يعني بواحد يعني واحد لا بقى في التخديم في يعني ديما رجل اللي كيحاول يجيب لنا المعلومه بواحد الطريقه اللي جميله فكنتمنوا ليه ان شاء الله بالشفاء العاجل ويرجع يعني للساحه الرياضيه وديما الاعلام سي احمد سي عبد الحق في كلمه ختاميه وشوف سي احمد يعني الفريق الوداد فتنظن من يعني من لي ريفيرونس ديالنا ديال الفرق ديالنا كيمثل الكره المغربيه فريق الوداد اللي ديما كنفتخروا به بالجمهور ديالهم اللي كتسمع العائله اللي كتسمع رضات الوالدين كتسمع امور فتنظن بانه هذا خلانا نحبوا هذا الفريق ونكونوا ديما كنشجعوه وديما كنتمنوا ليه ان شاء الله مزيد من التالق فارق كبير نتمنوا اليوم بانه يكون كما كنقولوا في كره القدم في نهارو باش ان شاء الله يجيب لنا واحد ثلاثه نقاط يعني اللي يخليه يكون في يعني في المقدمه اللي معودنا بها يعني باش يكون باش يدوز يعني احنا كننتظروا فريق الوداد خارج المجموعات باش يكون الممثل ان شاء الله الوحيد في الكره المغربيه بالفعل استعبد حق به نتمنى أن يعود فريق الوداد الرياضي المغربي بنتيجة إيجابية إن شاء الله من تنزانيا ضد سيمبا التنزاني ومرة أخرى كما قلنا تواصلنا بخبر عاجل الإعلام الرياضي أبو السهل تعرض لحادثة سير خطيرة رفقة بعض أصدقاء إحنا واحي مدينة المحمدية فمتمنياتنا بالشفاء العاجل للزميل سي محمد أبو السهل مشاهدينا هكذا كنهيو هذا البرنامج مبقى ليا الى نودعكم على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر دمتم في رعايه الله والى اللقاء